يلا بلش. هلا التجربة هي هي تجربة راسم الإشارة. راسم الإشارة أول شيء بنعرف بعض العناصر فيه. لإحنا كابسين هاي كبسة، هي كبسة جي إن دي بتقرضنا الإشارة، يعني بتعطينا الإشارة هي عبارة عن خط. إذا رجعناها طلع معنا الإشارة الجيبية اللي إحنا مدخلينها من مولد الترددات. هذا هو بحرق الانزياح على محور الشاقولي إكس واي بوس. إكس بوس هو انزياح على محور الاكسات. عندنا هذا اكيد طبعا زر البوار، هذا معامل الضرب بالنسبه للمحور الشاقولي، وهذا معامل الضرب بالنسبه للمحور الافقي. هلا راح يمروا معنا اثناء الشغل. بدايه احنا مطلوب منا حاليا ندخل اشاره، ندخل هون اشاره جيبيه، نحسب ترددها والفي ماكس تبعها. احنا طبعا معنا ترددات، بدنا ندخل ترددات كمان مولد الترددات، نحسب الفي ماكس تبعها الدور تي، ونقلب الدور مشان نطلع معنا التردد نطابق اذا نفسه اللي دخلناه احنا اول شيء. هلا اشاره اول شيء من مولد الترددات، هي عندنا اشكال الاشاره، اشاره جيبيه مثلثه مربعه، وهون القيم اللي بدنا ندخلهم هو معامل الضرب. فانا احنا مثلا رح نغير شوي مشان هذا. هون بدنا ندخل 100، احنا مطلوب منا ندخل 100 هرتز للاشاره الجيبيه. بنحط معايير الاشاره على الجيبيه هون، بندخل 100 ونحط معامل الضرب هو 1، بيطلع معنا 100 هرتز. هلا طلعت معنا هي شكل الاشاره. بدنا نحسب اول شيء الفي ماكس تبعها. الفي ماكس هو عباره عن من القمة للقمة تقسيم 2، أو من القمة للقمة تقسيم 2. فإحنا هلأ بنعير الإشارة، نحط أول شيء بنكبس كبسة جي إن دي، بنعيرها تطلع على النص. بدايتها معير بدايتها كمان، بعدين بنقيم الجي إن دي، نحسب من كم مربع من المنتصف للنهاية. مربع مربعين ثلاثة، ايه هلا هي ثلاثة ضرب معامل الضرب اللي قلنا عنه. خف إضاءة شوي تبعها، خفف شوي إضاءة. طبعا هدول الاثنين الخضر، إذا بتأشر عليهم شوي، الخضر هن للزيادة أو تنقيص الإضاءة. هيك رفعنا الإضاءة، هيك خففنا الإضاءة شوي، هيك رح نخلي الإضاءة خفيفة شوي. ايه هلا هيك طبعا أكثر من ثلاثة شوي. فبأنه خففنا الإضاءة، هلا طلع معنا مربع مربعين ثلاثة، وطلع معنا شوي زيادة لفوق، بس الإشارة عم ترجمها بعرف ليش. كل تدريجة بالمربعات من جوا هي عبارة عن 0.2. فإحنا هلا طلع معنا ثلاث مربعات و 0.2، يعني 3.2. 3.2 هيك على الحل؟ لا أكيد، بدنا نضربهم معامل الضرب. معامل الضرب هاد تبع محور الوايات، هو احنا حاطينه على الواحد. فاحنا طلعت معنا 3.2 ضرب 1 يعني 3.2. هي الفي ماكس للاشاره الجيبيه اللي احنا مدخلينها على تردد ال100. هلا احنا بدنا نحسب الدور تبعها. نرجع بنعير الاشاره، حنعير الاشاره مشان نعرف نحسبها. من هون لهون الدور تبع، يعني قديش تستهلك زمن لتبدا دور جديد. طلع معنا مربع مربعين ثلاثة أربعة، 4.9 4.8، لا يعني 8 أو 9 لأنه جاي بين التدريجتين. فهي هلا 4.8 هيك على الحل؟ طبعا أكيد لا. ضرب معامل الضرب، معامل الضرب للمحور، المحور الأفقي ليكو محطوط على 2 ميلي ثانية. احنا معامل المحور الشاقولي ما كان في ميلي او مايكرو، اما معامل المحور الافقي في عنا تدريجات هون لحد الميلي ثانية، تقلب من هالخط، من هالخط تقلب تصير مايكرو ثانية. فاحنا حاطين هلا ضرب 2 ميلي ثانية. فاحنا طلعت معنا 4.8 ضرب 2 ضرب 10 اس ناقص 3، هي هي الدور. اذا قلبنا رح يطلع معنا تقريبا 100 104، يعني خطا ارتياب بس الشغل تقريبا صحيح. هلا
المرة الثانية بدنا ندخل إشارة مثلثية، إشارة مثلثية وترددها 200 هرتز. إشارة مثلثية من هون صارت إشارة مثلثية، 100 ضرب 2، فمعامل ضرب نخلي 2 مشان نصير 100 ضرب 2. هلأ إحنا أول شيء بدنا نحسب الـ Vmax تبعه، فأول شيء بنعير الإشارة، نحطها GND، بنرجعها على المحور المنتصف، بنقيم الجي ان دي، طلع هيك شكله من المنتصف للقمة، مربع مربعين ثلاثة، تقريبا ثلاث مربعات، ثلاث مربعات ضرب معامل الضرب اللي هو واحد، فهي تقريبا 3 فولت على هالقياس. هلأ بدنا نحسب كمان دورة، فاحنا رح نرجعها شوي مشان سهولة الحساب. صارت خرج الإشارة ما بعرف ليش. طيب هلأ الدور تبعها هو مربع مربعين مربعين فاصلة خمسة، الدور طلع معنا تقريبا 2.5، 2.5 ضرب 2 معامل الضرب، طبعا احنا تبعنا ما غيرنا، فهو رح يصير عندنا 2.5 اللي هي المربعات ضرب معامل الضرب اللي هو 2 ملي ثانية، 2.5 ضرب 2 ضرب 10 أس ناقص 3، هذا هو الدور. إذا قلبنا رح يطلع معنا 200، يعني قياس دقيق الحمد لله، طلع معنا 200 هرتز وهو المطلوب. هلأ آخر تجربة اللي هي إنه رح ندخل إشارة مربعة، إشارة مربعة من هون، إشارة مربعة، وبدنا ندخلها 2 كيلو، فإحنا بنخلي هيك ونخليها على 2، يعني 1 كيلو ضرب 2، 1 كيلو ضرب 2. طب هيك طلعت معنا الإشارة مو واضحة على الراسين، تنزل على الراسين شوي، طلعت معنا الإشارة مو كتير واضحة على الراسين، فإحنا رح نغير معامل الضرب، نزيد معامل الضرب. خلينا هلا معامل الضرب 0.1 ملي ثانية، يعني تقريبا 100 مايكرو، بس هو ضمن مجال ملي ثانية 0.1. هلا 0.1 بدنا نحسب الفي ماكس تبعه. اول شيء بنرجع نعملها جي ان دي، بنرجع الاشارة على النص، نعملها هيك. هلأ الفي ماكس من النص من منتصف للقمة 3 مربعات، ومعامل الضرب عنا على الفولت لا يزال 1، 3 ضرب 1 يعني 3. مشان نحسب الدور من قدمها شوية صغيرة على راس مربع، ايوه، لتبلش دور جديد. هلأ هاد قمة، هون 1 منطقي 0 منطقي، هون انتهيت، يعني ثلاث المربعات هدول بالإضافة إلى المربعات هدول هن عبارة عن 5، 5 مربعات، 5 مربعات ضرب معامل الضرب، المرة هي معامل الضرب عملناه 0.1 ملي ثانية، يعني 5 ضرب 0.1 ضرب 10 أس ناقص 3، هذا هو الدور. إذا قلبنا رح من طبيعي حساب بسيط رح يطلع معنا 2000، وهو التردد 2000 هرتز وهو التردد اللي دخلناه. يعطيكم العافية. احنا بالقياس الاول كنا نحصل الاشارة الجيبية اللي احنا عم ندخلها من مولد الترددات مع سن المشار المولدة اصلا من راسم الاهتزاز. هلا احنا رح نعمل القياس الثاني اللي هو انه نحصل اشاره جيبيه من مولد الترددات اول مع اشاره جيبيه من مولد الترددات ثاني. احنا عملنا هالحركه كلها لانه بده تظبيط كثير، وهيك رح يطلع شكل على راس الاهتزاز في حال كان التردد الدورين له نفس الدور. يعني احنا هلا مدخلين تقريبا 950 كيلو، فهيك طلع الاشاره. هلا احنا في حال عملنا مثلا واحدة نص الثانية، مثلا غيرنا هاي خليناها بدل واحد، اشرح عن هدول. هلا مثلا احنا
في حال كان الفايت ساوي صفر، يعني لم باللحظة اللي بتكون فرق الصفحة في بين الترددين صفر، فرح رح حالة لما يصير هذا مستقيم منصف سريعة هي شوي بس بتبين معكم، لما تكون الفاي 90 درجة فهي رح تكون دائرة، الحالة اللي بتكون مستوية فيها كدائرة، لما تكون الفاي أصغر من 90 فهي عبارة عن قطع ناقص، اللي هي غالبا ما أنتم بتشوفوا يعني هو عبارة عن قطع ناقص بس عم يتغير شوي شوي أو سريع شوي. هلأ إحنا هاي الحالة لما دور المولد الأول نفس دور المولد الثاني، طب إحنا شو بصير مثلا لو غيرنا دور المولد؟ غالبا ما رح تزبط معنا، بس إحنا بسوي 450 إحنا رح نحاول نغير نعملها مثلا 450. هلا 450 مثلا طلع على فكرة شفته هنا. هيك لما عملنا مولد نص الثاني هيك صارت شكل الإشارة، هذه هي عبارة عن شكل القياس الثاني. بعتقد هيك مشي الحال، يعطيكم العافية.